لكم، نتمنى تكونوا غير بخير. اليوم غادي نهضروا على لو موتور ديزل. لو موتور ديزل هو نوع من انواع لي موتور تيرميك. الموتور تيرميك اللي عرفنا بان الدور ديالها هو لا ترانسفورماسيون ديال انرجي كالوريفيك اون انرجي ميكانيك. من بين الانواع كنا شفنا من قبل لو موتور ايسونس. دونك مبدئيا كنفهموا بانه لي موتور تيرميك كنقسموا لجوج اصناف، موتور ايسونس اللي كنا تطرقنا ليه من قبل، اي لو موتور ديزل اللي غنتطرقوا ليه اليوم ان شاء الله. قبل ما نشوفوا لو بلان دو لا سيونس، نبغي ننبه لي ستاجير لواحد النقطه اللي هي بغايه في اهميه. اما احسن موتور ايسونس او لا موتور ديزل؟ هذا السؤال ما عندوش جواب، لانه بكل بساطه كل موتور عنده لي كاركتيرستيك ديالو، كيتميز او كيتخصص فواحد الحاجه مقارنه بلو موتور الثاني. تعرفنا في الاول على لو موتور ايسونس، في هذه الحصص ان شاء الله غادي نتعرفوا على موتور ديزل، وغادي نعرفوا بانه كل واحد كيتميز على الاخر بواحد الحاجه. دابا ندوزو لو بلان دو لا سيونس. اشنو غادي نشوفوا في هذه الحصه؟ اول حاجه هي لا فورماسيون دو ميلونج دون لو موتور ديزل. كيفاش كيتكون لي هذا الميلونج هذا وسط من الموتور؟ يعني ملي تيكون عندي الهواء بوحدو والديزل بوحدو، كيفاش كيتجمعوا؟ شنو هو لو سيركو ديال كل حاجه وكيفاش كيتجمعوا الى اخره؟ غنشوفوا تحت هذه النقطه ربعه نقاط صغيره. النقطه الاولى هي لو ديغولمون دو لا كومبوستيون، عمليه الاحتراق كيفاش كتم، شنو هما المراحل اللي كيدوز منها الميلونج حتى يوصل لعمليه الاحتراق. ثم شنو هما المعيقات اللي كتواجه هاد لو ميلونج في لو ديغولمون دو كومبوستيون ديالو. ومن بعد غادي نعرفوا شحال هي المده الزمنيه اللي كيحتاج هاد لو ميلونج باش يوصل ليا لانفلاماسيون، اللي كنعرفوها ب لو ديلي دانفلاماسيون. ملي غنشوفو هاد النقط الثلاثة غنكونو قدرنا نوصلو أننا نتعرفو على كيلكو ميزيغ، بعض المعايير أو بعض النقط اللي يمكننا نتحكمو فيها باش نحسنو من الجودة ديال الاحتراق بوغ أفوا أون كومبستيون كومبليت. وفي النهاية ديال الحصة إن شاء الله بطبيعة الحال غادي نتطرقو لي كيستيون ريبونس باش نثبتو المعلومات اللي توصلنا ليها واللي تعرفنا عليها هاد الحصة إن شاء الله. تبعوا معايا. نبداو أول حاجة نشوفوها هي لا فورماسيون. كيف قلنا تات هاد لو ميلونج هذا، كيفاش كيتكون ليا لو ميلونج ديال الهواء مع الديزل؟ قبل ما نشوفو هادشي لابد ما نديرو أن بتي غابيل ونشوفو لا كومبوزيسيون ديال لو ميلونج إل إيسونس دون زان موتور أ إيسونس كيفاش كتكون. يمكن لينا نشوفو هاد لا كومبوزيسيون من خلال ثلاثة الزوايا، من خلال لا كومبوزيسيون ديال الميلونج فين كتم، فين كتكون لي هاد لو ميلونج، ومن خلال لا بريسيون دانجكسيون أي الضغط اللي كيتانجكتا به لو كاربورون، وكذلك لا ناتور ديال لانفلاماسيون يعني الطبيعة ديال هاد الوقود كيفاش كيتحرق. الى شفنا ليسونس عندنا لا كومبوزيسيون دو ميلونج كتوقع على اكسترن، كتوقع على اكستيريور ديال لا شومبر دو كومبوستيون، يعني كتوقع ليا قبل من لا سوباب دو ديميسيون وكيدخل عندي لا شومبر دو كومبوستيون دو ميلونج. كذلك لا بريسيون دانجكسيون كتكون موانز امبورطونت بارابور لا بريسيون دانجكسيون ديال لو موتور ديزل، كتكون تقريبا كتوصل حتى 200 بار تقريبا بليز او موان. لا ناتور دانفلاماسيون ضروري لينا من ان سيستيم دالوماج اللي غادي يعطينا داك ليتانسيل باش يحرق ليا لو ميلونج. اما توجهنا لو موتور ديزل عندنا
la composition de le mélange ma كتمش عندي قبل من لا سوباب دادميسيون او لا فلاتيبولور دادميسيون كتم عندي وسط من لا شومبر دو كومبستيون وبالنسبه لا بريسيون لانجكسيون كتكون كبيره كتمشي من 200 وكتوصل حتى ل 2000 بار اما لا ناتور دانفلاماسيون ما كنحتاجوش ان سيستيم دالوماج لانه لو ديزل الى وفرتي ليه ضغط كافي ووفرتي ليه درجه حراره لان كل ما زدنا من الضغط كنزيدوا من الحراره الى وفرتي ليه جوج ظروف هادو كيوصل لواحد النقطه اللي كيتونفلاما فيها سبونتانيمون تلقائيا هادو هما الفروقات ما بين الطبيعه ديال الاحتراق وما بين التكوين ديال لو ميلونج ما بين لو موتور اسونس وما بين لو موتور ديزل اذا قلنا لو موتور ديزل لو ميلونج ديالو كيتكون الاكسترن ما كيتمش عندي وسط من برا السيلندر كيوقع عندي وسط من السيلندر وكيحتاج باش تكري ليا لو ميلونج واحد لا بريسيون اللي هي تري امبورطونت ثم اخيرا وليس اخيرا هاد لو ميلونج هذا من اللي كيبغي يتحرق تتحرق تلقائيا سبونتانيمو هادو هما ثلاثه النقاط اللي كتساهم في التركيب او لا اللي كيتميز بها لو ميلونج ار ديزل في لا فورماسيون اي لا كومبوزيسيون ديالو Nous d'abord, nous rendrons là le déroulement de la combustion d'un moteur diesel. Comment nous rendrons là le déroulement de la combustion? Je vous fais un exemple. Très bien, une pomme de terre. Nous avons une patate. Nous avons une patate qui est en train de se faire. Nous avons une patate qui 20 minutes باش تسلق باش يدخل هاد الطياب للداخل الماء داير بها وكيعطيها لا شالور وكيبدا كيسلق هنايا عارف كي سلق هنا عاد كيسلق حتى كيوصل الطياب للداخل ديال هاد لا بيس ديال هاد لا بوم دو تيغ الا بغينا نسرعوا من هاد العمليه ديال السلق بغينا نسلقوها مثلا غير في 10 دقائق او اقل اش غادي نديروا ليها بكل بساطه غادي نقرضوها او نقسموها لطريفات صغار باش الماء كيولي كيحيط بهاد الطريفات من كل الجوانب وهكذا كيسرع من العمليه ديال الطياب ديال هذيك البطاطا نفس الشيء بالنسبة لا كومبستيون ديال لو ديزل غير هو ديزل ما كيتسلقش كيخصو يتحرق وباش يتحرق مستحيل يتحرق وهو في ليطا ليكيد ديالو خصو ضروري يتحول لحالة الغازية خصو يتحول ليطا غازوز ديالو كيفاش غادي نقدروا نحولوه ليطا غازوز في لي موتور ديزل لا بريسيون كتوصل تقريبا حتى 2200 بار سولون لي تيب دانجكسيون على حسب انواع ديال الانجكسيون اللي غنتطرقوا لهم من هنا لقدام ان شاء الله ملي كنزيد من لا بريسيون كنيفابوريزي لو كاربورون او لا لو ديزل يعني كنشتتو بحال لي فابوريزاتور رشاشه او الريحه فاش كترش الريحه كتيفابوريزا كتكون ليكيد وسط من القرعة وكتخرج سو فورم دان غاز نفس الشيء بالنسبة لو ديزل دابا تخيلوا معايا هادي سيت اون غوتليت وغوتليت هي تصغير ديال اون غوت لا غوت هي القطرة وغوتليت هي صغير ديال القطرة هادي سيت اون غوتليت ديال لو كاربرون اللي هو لو ديزل وكيدور بها لير شو علاش لير شو لانه كومبريمي سو بريسيون كطلع ليه
la température d'hier. Si on augmente la température, on augmente la pression. Et si on augmente la pression aussi, on augmente la température. Ce qui a lié le mélange. Le mélange, par exemple, qui a lié le contact entre les parois de la gouttelette ou entre l'air chaud. وما حد هاد لا بارتي هادي كتميلونجا مع لير اللي داير بها كتيفابوريزا كتبخر وكتولي هاد الكوتليت اصغر وكتيفابوريزا عاوتاني باروا ديال هاد لا كوتليت اللي صغرت وكتصغر عاوتاني وكتبخر عاوتاني لي باروا يعني المحيط ديالها كيتبخر وكتصغر حتى كيولي عندي ان ميلونج gazeux, air, diesel. Hakda kifash kitkoun andi le mélange diel l'air ou diesel. Bnisba la combustion, mli kitkoun liya le mélange gazeux, gna fi loul bi annahu bach yitharq liya le mélange air diesel, bi khsoni jujt les conditions li khsom yitwafrou liya une température kbira et une grande pression. Madame, had la pression hadi khlat liya la gouttelet t'évaporisa et la tlaat liya la température kedalik. Ou la combustion elle se produit spontanément kif ma chfna men qbel le tableau. Hadi hiya l'amaliya li kettem biha la combustion de un mélange R diesel. La bagarre est là. Là, les problèmes liés au déroulement de la combustion. Yani le mélange, fait qu'il douze même pas de marahil. Hâte où sort la combustion, qui ouvre les bad, les machins, les mecs qui lèvent où sort la combustion complète. Mais bien à l'omor, هذيك لا غوتليت اللي كنا قلنا اللي هي صغير ديال القطره ديال الديزل لو نوايو ديالها للنواه ما تتوصلش ليها درجه الحراره ديال لوطو انفلاماسيون ديك درجه الحراره اللي غادي تخلي لو ديزل يتحرق تلقائيا ما كتوصلش ليها هذه الاولى زائد الاكسجين ما كيقدرش يوصل ليا لو نوايو ديال هذيك لا غوتليت ديال لاسونس وبالتالي كتوقع ليا لا كومبوسيون انكومبليت ماشي كتكون ناتجه عندي واحد لا كومبوسيون انكومبليت غير كامله الحاجه الثانيه اللي ممكن توقع لينا او مومون ديال لو ديغولمون تاع لا كومبوسيون هو انه ممكن يتشكلوا ليا يتكونوا ليا quelques particules. Les particules, comme vous le savez, sont les choses qui sont réellement regroupées. Par exemple, il y a des particules de suie. Les particules de suie. Ouais, les particules de suie. الجزيئات كيكون اخطر العناصر اللي فيها هي السلفات السلفات والسفر وجوج المكونات كيكون هما الاساس او لا هما السبب الرئيسي في السرطان ديال الجهاز التنفسي du système respiratoire de l'être humain. L'idéalique qui est à table où il y a juste une rate où il y a un problème qui peut le mélange au moment où il y a le déroulement de la combustion. Mais après, on va voir, Inch'Allah, qui fait que nous avons un problème de ce problème. Qui fait que nous avons un problème de la combustion incomplète. Complète le plus possible ou qui va nous essayer
نديمينيو لو طو ديال لا فورماسيون دي بارتيكول او لا النسبه ديال هاد لي بارتيكول اللي كيتكونوا ليا في لو ديرولمون لا كومبستيون. دابا غادي نتابعوا معايا مزيان، زيدوا معايا شويه في التركيز باش نفهموا لو ديلي دانفلاماسيون مزيان. عندنا هذا خط زمني سي لو طون، هنايا المحور اكس اللي كيعبر لينا على الزمن. عندنا في واحد اللحظه غادي تبدا لينا لانجكسيون، يعني دي بوس ديال لانجكتور غادي يبداو يتفتحوا باش يانجكتيو لينا لو ديزل وسط من لا شومبر دو كومبوستيون. واحد اللحظه غادي تبدا ليا لا كومبوستيون، غيبدا ليا داك التفاعل الكيماوي، ديك لا رياكسيون شيميك ما بين لير اي لو ديزل بار ليفي ديال لا تمبيراتور اي لا بريسيون انسي دو سويت. غادي تبدا ليا لا كومبوستيون ما بين هاد جوج اللحظات، هاد جوج لي مومون كنسموه لو ديلي دانفلاماسيون ديال لو ميلونج ار ديزل. كنظن انه التعريف ديال لو ديلي دانفلاماسيون الي تاسي سامبل. لو ديلي دانفلاماسيون سي لا دوري كي سيبار لو ديبي دانجكسيون اي لو ديبي لا كومبستيون، bien sûr dans un seul cylindre, dans un cycle moteur. هذا لو ديلي ديال الانفلاماسيون شحال خصو يكون؟ واش ممكن يكون دقيقة، نص ساعة، ربع ساعة، ست أيام؟ لا، ما خصوش يتجاوز 1 ملي سكوند. 1 سكوند غادي نقسموها على 1000، هذيك المدة هي اللي خصو ما يتجاوزهاش. لانه سي لو ديلي اي ترو لون، اذا كان عندي هاد لو ديلي هذا اكثر من 1 ملي سكوند غادي يوقع ليا اش ان روتار دالوماج. اذا كان عندي لو ديلي اي ترو لون غادي توقع ليا واحد لا كونكلوزيون، واحد النتيجه اللي هي لو روتار دالوماج. علاش؟ لانه ملي كيكون عندي لو ديلي طرو لون سا فو دير راه تانجكتات واحد لا كونتيتي كبيره ديال لو ديزل، وجاب ما يحرق ليا انا ديك لا كونتيتي كامله، يعني غير خصها واحد المده باش تحرق. لذلك كنقولوا لو روتار لا ليماج، يعني باش يشعل ليا هذاك الوقود غادي تعطل. وهاد لو روتار دا ليماج غادي تنتج عليه واحد الحاجه بحال كيف ما شفنا في ليسونس ديك داك لو فينومين دو لا ديتوناسيون اللي كينتج عليه لو كليكوتي ولا فيبراسيون الى اخره. شنو كنا قلنا النتيجه ديال داكشي؟ هي لا فيبليس ديال لي بيس ميكانيك وبزاف المشاكل. يعني هذيك لا ديتوناسيون لو فينومين دو ديتوناسيون ما خصوش يكون، او لا خصنا نحاول ما امكن اننا نقصو. لذلك هاد لو غوطار دالوماج اش غادي تعطل ليا لالوماج، غينتج عليه واحد لوغمونطاسيون بروسك دو بريسيون اللي هي ما محتاجينش ليها. كنعرفو بانه في الموتور ديالي كنحتاجو لا بريسيون، مي هاد لا بريسيون هادي غادي تكون عندها واحد لوغمونطاسيون كثيره بزاف، وهاد لا بريسيون اللي غادي تطلع غتنتج عليها واحد لو روندمون اللي هو فابل. حنا علاش اخترعنا لو موتور اصلا؟ غير باش يكون عندنا ان روندمون اللي هو مزيان فافورابل، كنعطيو واحد الكميه ديال لو ديزل خصو ينتج لينا ان كوبل ولا ان ريجيم الى اخره اللي هو مزيان. مي حنا كنعطيوه بزاف اللي كينتج لينا ان روتار دالوماج، وفي الاخر كيعطينا ان روندمون اللي هو ناقص، واحد لو كوبل اللي يكون ناقص صافي ديال لو روندمون يكون ناقص، المردود ضعيف. دونك كاين مشكل، المشكل الكبير في هذا الشيء هو انه هاد لا بريسيون كتقدر تنتج ليا ان ديغا دي كومبوزون، خسائر في المركبات الميكانيكيه ديال المحرك.
الوغ هاد الشيء فهمناه. اشنا هما الامور اللي يمكن تسبب لينا في هاد الشيء؟ يعني شنا هي الامور اللي يمكن لها انها تعطل ليا لو ديلي د انفلاماسيون؟ هاد الشيء هو اللي غادي نشوفه. Les raisons d'un délai d'inflammation trop long. Je n'ai pas de problème avec l'inflammation du mélange R-diesel. Je n'ai pas de problème avec l'inflammation. Je n'ai pas de fonctionnement du moteur à basse température. Qui est le moteur qui est ou qui est le moteur. Je n'ai pas de problème avec l'inflammation. Je n'ai pas de كتكون لا بريسيون ناقصه وكيكون لانجيكسيون كتكون كتانجيكتي ليه بزاف ديال الديزل. هادشي كينتج عليه واحد التاخر ديال الانفلاماسيون ديال لو ميموج اولا ديال لو كاربيرون. لانديس دو سيتان ترو با. كنا شفنا في لو موتور ايسونس لانديس دوكتان وشفنا العلاقه ديالو مع لو ديلي l'inflammation cardiaque. Et là, l'indice de cet an qui est sur ma vie, c'est ou bien. Quand le mec a l'indice de cet an, quand le mec a le temps à faire ça, il a fait ça. Et là, il a l'indice de cet an, il a fait ça, il a fait ça, il a fait le délai d'inflammation trop long. Et qu'on a un détroit le sel. Notre temps, il y a un faible tourbillonnement de l'air comprimé. يعني الهواء اللي كيدخل عندي للسيلندر كيكون قليل. هذاك الشيء علاش من هنا للقدام غادي نشوفوا واحد لو سيستيم دو سور اليمونطاسيون كنستعملوا فيه واحد لورغان مهم سميتو لو توربو كومبريسور. باش نتفاداو اننا باش نحاولوا اننا نقصوا من لو ديلي دافلاماسيون وبالتالي كيكون عندنا لو روندمون مزيان وكتكون زايد لا بويسونس الى اخره. النقطه الرابعه لا فويت دي لو كاربورون او زانجكتور. كتكون عندي اون فويت فلي زانجكتور. كنقول لي زانجكتور كيبيسيو مثلا اولا كتكون عندهم واحد لا فويت يعني تكون واحد الزياده في لانجيكسيون ديال لو ديزل في وسط من لي سيلندر. هادو هما اربعه النقاط اللي كيمكن الا كانت واحد فيهم او اكثر غادي يكون عندي ان ديلي دو ان ديلي دافلاماسيون ديال الديزل غيكون طويل بزاف. دابا وصلنا لشنو هما الوسائل اللي يمكن لينا نديروهم باش نحسنوا من الجوده ديال التكوين ديال هاد الميلونج هذا. يعني شنو هما لي ميزور ديال لاميليوراسيون لا فورماسيون تاع هاد لو ميلونج ار ديزل. كاين سبعه النقاط اللي هما رئيسيه. كاين بزاف النقاط من بيناتهم هاد السبعه اللي غادي نتطرقوا لهم دابا ان شاء الله. اول حاجه هي لا ليميتاسيون ديال لا كونتيتي دو كاربورون انجيكتي. ما نبقاوش غير انجيكتيو. ما غاديش نبقاو نستعملو لي سيستيم دانجيكسيون كلاسيك. غنديرو واحد لو سيستيم دانجيكسيون كوموندي بار الكالكولاتور باش ما انجيكتيو الا ديك الكميه اللي غادي تخصنا. لاننا عرفنا بان واحد لا كونتيتي دو بلوس في لو كاربورون كتعطل لينا اولا كطول لينا من لو ديلي دافلاماسيون. دونك خصنا نعطيو لا كونتيتي اللي هي كافيه جوست بور جوست. داكشي علاش غادي نحددو من الكميه اللي غادي انجيكتيو تاع لو كاربورون. بطبيعه الحال هادو هما الوسائل اللي غادي نديرهم. كيفاش هذاك الشيء مع الوقت غادي نشوفو كيفاش. النقطه الثانيه فافوريزي لا توربولونس دير يعني التدفق ديال الهواء باش يوصل ليا السيلندر خصنا نحسنو من الجوده ديالو. اولا خصنا نصيبو دي كاناليزاسيون اللي هما كيكونوا سبيسيال ديال لا ديميسيون.
ثم خصنا نديرو ان سيستيم دو سيغ اليمونطاسيون اللي غيزيد ليا من لا بريسيون اولا من لو ديبي ديال لير. نيمورو 3 اوبتيميزي لا جيومتري دو لا شومبر دو كومبستيون. يعني خصنا نحسنو من الشكل الهندسي ديال لا شومبر دو كومبستيون باش نزيدو من السرعة ديال لوموجينيتي دو كاربيرون. اذا سرعنا من عملية التجانس ديال لو كاربيرون غادي نقدرو اننا نسهلو عملية الاحتراق ونصغرو لو ديلي دانفلاماسيون. بريشوفي لو كاربيرون. إذا كان عندي ان كاربيرون بارد كيصعب من الاحتراق ديالو، دونك احسن حاجة هي نسخنو قبل ما انجكتيه باش نسهل لوبيراسيون دو كومبستيون ديالو. بري انجكتي لو كاربيرون كنديرو واحد لا بري انجكسيون، لانه لو كاربيرون كيكون سو بريسيون، ولا كانت لا بريسيون كتكون لا تمبيراتور، كنديرو اون بري انجكسيون باش نسخنو لير، باش نسخنو الهواء. الا سخنا ليسونس وسخنا الهواء كنسهلو من العمليه ديال لا كومبستيون. سادسا اوغمونتي لا بريسيون دانجكسيون، كنزيدو من لا بريسيون دانجكسيون باش نزيدو من لا فابوريزاسيون ديال الانجكسيون. لا فابوريزاسيون هي عمليه التشتيت، ديك البطاطا اللي كنا رسمناها هنايا باش تسلق دغيا قردناها، هذيك العمليه هي لا فابوريزاسيون، التشتيت ديال ليسونس ديال الديزل. يعني كتكون دي كوتلي هما كبار كنردوهم دي كوتلات باغ ليفي دو لا بريسيون، كنزيدو من لا بريسيون باش نديرو لي فابوريزاسيون، باش كنحولو ماشي كنحولو، انما كنحاولو نقربو ليطا ديال الديزل من ليطا ليكيد ا ليطا غازوز. سابعا اخيرا وليس اخيرا انجكتي ريانجكتي ليسونس او لي ديزل، ريانجكتي لي ديزل دونك افيك لي بارتيكول نون بروليه، réinjecter les particules non brûlées. Quand on fait la réinjection, on va injecter les gaz non brûlés ou les particules non brûlées pour les brûler. Parce qu'on a un effet écologique ou un effet économique. On va من le carburant de cette manière. Et on va faire les gaz toxiques qui sortent de l'atmosphère. هاد النقط بسبعة كنديروهم باش نقصو من لو ديلي دو كومبستيون، باش في نهاية المطاف كنقدرو نحصلو على اون كومبستيون كومبليت. الى حصلنا على اون كومبستيون كومبليت كيكون عندي لو روندمون ماكسيموم. الى قلنا كنزيدو من النسبة ديال لو روندمون، كنقصو من لا كونسوماسيون، كنزيدو من لا بويسونس بمعنى كنزيدو من لو روندمون، وكننقصو كذلك من لا بوليسيون من التلوث. وهكذا تنكونو وصلنا لواحد الاستنتاج خرجنا به من هاد الكور ديال اليوم. شفنا في الاول لو ميلونج ار ديزل، واخا هاد التام هذا ما كيتستعملش، لكن مبدئيا غادي نستعملوه باش ديما نفهمو بانه راه كاين ان ميلونج ار ديزل اونتر بارونتيز. شفنا لو ميلونج ار ديزل كيفاش كيتكون، وعرفنا بانه هاد لو ميلونج كيخصو يتكون باش ينتج ليا اون كومبستيون كومبليت، وهاد لو ميلونج خصو يتفادى ينتج ليا اون كومبستيون انكومبليت، وما خاصوش ينتج ليا لي بارتيكول. باش ينتج ليا اون كومبستيون كومبليت وما ينتجش ليا اون كومبستيون انكومبليت اي لي بارتيكول، كاين واحد المؤشر اللي هو مهم بزاف، واحد العامل اللي هو لو ديلي دانفلاماسيون. كنا خاصو يكون صغر من او يساوي تقريبا، يكون ماشي كاع ضروري يكون صغر، ولكن ما يفوتش ليا ان ميلي سكوند. كل ما كان هاد لو ديلي دانفلاماسيون كبير ما تتبقاش عندي لا كومبستيون كومبليت، كيوليو عندي هاد جوج المشاكل. كل ما كان هاد لو ديلي دانفلاماسيون صغير كتكون عندي اون كومبستيون كومبليت،
وحنا كنبغيو هاد لا كومبيسيون تكون كومبليت باش يكون عندي ان روندمون مزيان، ما تكونش عندي لا بوليسيون، وتكون عندي اون ايكونومي في لا كونسوماسيون ديال الكارغو. هذا كان الامور اللي خلصنا لها في هاد الحصه هذه. دابا غادي ندوزو ان شاء الله كيسيون اي ريبونس، اسئله وتجاوبوني باش نشوفو شنو هما الامور اللي ثبتناها في الذاكره ديالنا، شنو الامور اللي فهمناها، وشنو هي الامور اللي استعصات علينا الفهم ديالها. دابا ندوزو لفقره الاسئله. عندنا ثلاثه الاسئله اللي هي بازيك اساسيه فوندامونتال. السؤال الاول تيقول لي كيل لا ديفيرونس اونتر لا فورماسيون دو ميلونج ار اسونس اي ار ديزل. في الفورماسيون ديال لي ميلونج ار اسونس و ار ديزل كاين اختلافات كما شفناهم في الطابلو الاولاني، يعني كيختلفوا على حسب البلاصه فين كيتكون، يختلفوا على حسب الضغط، يختلفوا على حسب الطبيعه ديال الاحتراق ديال لو ميلونج. فين كيبانو فين كيكونوا هاد الاختلافات هاد. السؤال الثاني كاس كان دالي دافلاماسيون، التعريف اشنو هو لو دالي دافلاماسيون؟ لو ديالي هو واحد المدة ما بين وبين. السؤال الثالث كومو بيتون اميليوري لا فورماسيون دان ميلونج، كيفاش يمكن لينا نحسنو من جودة التكوين ديال واحد الخليط بطبيعة الحال الميلونج ار ديزل. بالنسبة للسؤال الثالث يمكن لكم تعطيوني جوج الحلول، ثلاثة أربعة داكشي اللي قدرتو عليه، لكن نبغي ننبهكم الله يجازيكم بخير مع ذلكم، وانه حاولوا ما ترجعوش الفيديو في الاول ديالو، حاولوا فقط تجبدوا الاجوبه ديالكم فقط من من الذاكره ديالكم او لا من لي نوت اللي كنتو كتاخذوهم وانتم كتفرجوا في الفيديو. نخليكم واحد 10 ثواني ونوافيكم ان شاء الله بالاجوبه. بالنسبه للسؤال الاول احسن حاجه في الاجوبه ديالكم هي انكم تعتمدوا على ان طابلو تقسموه اون كولون ديال لو موتور ديزل اون كولون ديال اسونس. الفروقات بثلاثه يمكن لكم دابا ترجعوا للفيديو الاول وغادي تشوفوا الفروقات على حسب لا كومبوزيسيون ديال لو ميلونج. في لاسونس كتكون على اكستيريور يعني في لا تيبيلور دادميسيون، في الديزل كتكون في لا شومبر دو كومبيسيون. بالنسبه لا بريسيون في لو موتور اسونس لا بريسيون كتكون ضعيفه مقارنه بالانجكسيون في لو موتور ديزل. الموتور ديزل كتقدر توصل لا بريسيون حتى ل 2000 بار. بالنسبه للطبيعه لا ناتور ديال الانفلاماسيون تاع لو ميلونج ضروري كنحتاجو ان سيستيم دالوماج اللي فيه les bougies, les cartons de l'étincelle, le moteur à essence pour allumer le mélange. Amma, le moteur diesel, on a besoin d'un système d'allumage, le diesel qui est mis, il s'enflamme spontanément. Sur le deuxième, le délai d'inflammation. Le délai d'inflammation, c'est la durée qui sépare, il y a le moteur qui est frappé, mais bien le début de l'injection. لو مومون فاش كيتفتح ليا لانجيكتور وكيبدا يانجيكتي و لو ديبي دو كومبستيون. لا كومبستيون قلنا هي لا رياكسيون شيميك، بداية التفاعل الكيميائي ما بين لو ديبي دانجيكسيون و لو ديبي دو كومبستيون. هاد المدة هي لو ديلي دانفلاماسيون. نعاودوها باختصار، سي لو ديلي كي سيبار entre le moment du début d'injection et le début de combustion. Sur tels, maintenant, comment peut-on améliorer la combustion ou la formation des mélanges? Nous avons contrôlé l'injection. نحسنوا من لو ديبي ديال الهواء،
نزيدو من لا بريسيون ديال لو ديزل ديال لانجيكسيون الى اخره. هذوك سبع نقاط اللي كنا استرجعنا لهم، عاودوا ترجعوا لهم وتراجعوهم مزيان، لان هذوك هما النقط الاساسيه اللي بامكاننا نعتمدوا عليها باش ناميليوريو او نحسنوا من جوده التكوين ديال لو ميلونج باش يعطينا اون كومبستيون كومبليت. وكيف قلنا اون كومبستيون كومبليت هي اللي كتعطينا ان روندمون ماكسيمال، اون كونسوماسيون مينيمال، اي اون بوليسيون مينيمال. كنقصوا من التلوث، كنقصوا من الاستهلاك، وكنزيدوا من المردود ديال المحرك. فوالا، هكذا كنكون وصلنا للنهاية ديال الحصة ديالنا اليوم. تعرفنا فيها على بزاف النقاط اللي كتخص لو موتور ديزل وعلاقتها مع لو موتور اسونس. نبغيكم قبل ما نشوفو لا بروشين سيونس شنو غادي نطرحو ليها، نبغيكم اولا تعاودو تراجعو الفيديو من اول حتى الاخر ديالو، وتركزوا معاه مزيان وتاخذوا دي نوت. قبل ما نبدا الفيديو ناخذ واحد البلوك نوت وانا كنوض. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اللي عندكم شي اسئله خليوها في ان كومونتير اولا في لي جروب واتساب اللي كرينا. الحاجه الثالثه هي انكم ديروا ليكزيرسيس ديالكم، حاولوا ديروا ليكزيرسيس وبارطاجيو معايا لي زيكزيرسيس اللي صايبتو. بالنسبه للسيونس الجايه ان شاء الله، او الفيديو اللي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله في الحصه الجايه، غادي نتحدثوا فيه على لي تيب دانجكسيون. لي تيب دانجكسيون هما الانواع ديال الانجكسيون، يعني شنو هما لي سيستيم دانجكسيون اللي غادي نعتمدوا عليهم في ان موتور ديزل. كان هذا كل ما كيخصنا في هذه الحصه الاولى. كنتمنى ان نكون وفيت الشرح مزيان، على امل لقاء بكم ان شاء الله في الحصه الثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله.